السلام عليكم، معكم أدهم من قناة جيم تيك، وبهذا فيديو نسوي مقارنة بين بلايستيشن 5 والإكس بوكس سيريس إكس من ناحية شكل الجهاز واليد والمواصفات. وتم الكشف عن شكل بلايستيشن 5 والجهاز كحجم بيكون أكبر جهاز أنتجته سوني تقريبا، حتى أكبر من بلايستيشن 3 الأصلي. وعلى كلام سوني إن بلايستيشن 5 ما في مشكلة صوت المروحة العالي، أما تصميم الإكس بوكس مثل ما شفنا بيكون بشكل طولي بسيط وحلو، والناس أذواق في الآخر، كل شخص والشكل اللي حاس إنه أحلى. اما من ناحيه اليد انا اشوف انه ما في مجال للمقارنه اصلا من ناحيه الشكل. الاكس بوكس ما تغير شيء بشكل يدهم الا اشياء بسيطه عن الجيل الحالي مثل زر الشير والاسهم صارت احترافيه اكثر. اما البلاي ستيشن 5 تحس فعلا انك من ناحيه الشكل بتمسك يد من الجيل الجديد ومتطوره وشكلها معاصر. وانا هنا ما اتكلم عن مين اريح، مين احسن، مين مسكته افضل، اتكلم على جانب الشكل فقط. اكتبوا لي في التعليقات اي شكل عجبكم بين البلاي ستيشن 5 والاكس بوكس سيريس اكس. وخلونا الان ندخل على مقارنة مواصفات الجهازين. خلونا نبدأ اول شيء مع المعالج. معالج الاكس بوكس يصل الى 3.8 جيجا هرتز، بينما في المقابل البلاي ستيشن 5 يصل الى 3.5 جيجا هرتز. فهنا الاكس بوكس اسرع من ناحية المعالج. بالنسبة للرسومات فالاكس بوكس يصل الى 12 تيرا فلوبس، والبلاي ستيشن 5 بقوة 10.3 تيرا فلوب. وهنا بطاقة الرسومات الاكس بوكس يتفوق بعد. نجي عند الرام، في الجهازين 16 جيجا رام من نوع DDR6، لكن سعة نقل البيانات في الاكس بوكس 560 جيجا بايت في الثانية، في البلاي ستيشن 450 جيجا بايت في الثانية، وهنا بعد الاكس بوكس يعتبر الافضل في الرام. وصلنا عند الهارد ديسك، وكل الجهازين من نفس النوع اللي هو SSD، لكن في فرق كبير في السرعة، حيث ان الاكس بوكس سرعة نقل البيانات فيه 2.4 جيجا، اما البلاي ستيشن 5.5 جيجا، يعني ضعف سرعة الاكس بوكس. باختصار لو تشغل لعبة على الاكس بوكس والبلاي ستيشن 5 في نفس الوقت، البلاي ستيشن 5 بيعمل لها لود اسرع بسبب تفوقه بسرعة الهارد ديسك. صح ان الاكس بوكس بيتفوق بقوة الرسومات، لكن الفرق بيكون بسيط، ممكن ما تلاحظه بين البلاي ستيشن والاكس بوكس، لكن اكيد بتلاحظ الفرق في شاشات التحميل وسرعة استجابة عالم اللعبة والانتقال السريع بين المراحل، ولما تلعب كل شيء بيكون سلس اكثر، وان البلاي ستيشن 5 بيتفوق علشان الهارد ديسك حقه اسرع. ملخص الكلام، كقوة رسومات الاكس بوكس بيتفوق، لكن الفرق ما بيكون كبير وممكن حتى ما تلاحظه، وكسرعة البلاي ستيشن 5 بيتفوق. وفي الاخر الموضوع يعتمد على المطورين في استغلال قوة الجهازين، وانا مبسوط بصراحة من قوة الجهازين عشان في الاخر نحن المستفيدين كلاعبين، والاجهزة الجديدة قوية تقنيا وبتقدم اداء كثير لاعبين ما كانوا يتوقعونه. والجهازين بيصدروا نهاية هذه السنة وغالبا في شهر 11. اما بالنسبة للسعر الى الان ما تحدد لاي جهاز. ابي رأيكم في التعليقات عن الجهازين، وبعد ما سمعت المواصفات والفروقات ايش قررت تشتري.